كيفكم يا حلوين؟ شو الأخبار؟ أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم رح نحكي عن أكثر منتجات قررت إني أستغني عنها تماما في الشوبينج تبع البيت. قررت تماما إني أستغني عنها وأشطبها وأستخدم أشياء تانية بدالها أو إني ألغيها تماما من حياتي. ورح أحكي عن توفيري، يعني بكل آيتم بطلت أشتري قديش وفرت، قديش كان سعره، وشو البديل اللي يعني في حال اني قررت اني اخليه او بدي الاقي له بديل، او بحاجة انا لاقي له لقيت له بديل، او اني استغنيت عنه تماما. خلينا نشوف مع بعض شو هاي الايتمز. الايتمز اللي قررت اني استغني عنها تماما من حياتي وإلها out of my life خلينا نقول، وطالعة من حياتي وطالعة من مشترياتي حوالي سنة، هي البيبر تاول. البيبر تاول اللي هو ورق المطبخ. أنا كنت من الناس اللي أعتقد جازمة بأنه ما بقدر أعيش بدونه، لكن اكتشفت أنه لا، هيني لي سنة عايشة بدونه تمام. الفكرة الوحيدة اللي صار هو أني أنا صار عندي بديل رح أضطر أني أغسله، لكن بهاي الحالة أني أنا على الأقل بغسل مع الغسيل بدل ما أضلني أستخدم بيبر تاول. أول إشي أكيد هو مش إشي منيح للبيئة، والإشي الثاني أكيد مش إشي منيح للبادجت. بعرف إنه أسعاره مش كتير كتير غالية، بس للأسف الأنواع الرخيصة كمان مش كتير منيحة، فالواحد بيضطر يستخدم تنتين ثلاثة إذا بده يحطها تحت مثلا مقالي مشان تشرب الزيت، أو مثلا إذا بده يستخدمها ليمسح شغلة. الأنواع المنيحة واللي عن جد يعني بتحسوها إنه ورقة واحدة بتكفي بدها تكون شوي أغلى. فالفانكشن او الوظيفه تبعت المسح بالنسبه لفوط المطبخ او بالنسبه للبيبر تاول استغنيت عنها باني استخدم هدول وهدول، وبالتالي بهاي الطريقه بغسلهم وخلص برجع بعيد استخدامهم مرات ومرات ومرات. وهدول كتير رخاص باي ذا واي، ممكن يكونوا الخمسه بدينار من ياسر مول. يعني لو استخدمتي الخمسه طول الشهر، وانا كتير بقعد بالمطبخ وكتير بوسخ، فدينار بدفع حق خمسة من هدول طول الشهر بيقضوني احسن من ما ادفع حق بيبر تاول بدي اضطر اجيبه مرتين ثلاثة بالشهر عشان يكفي. اما بالنسبة لوظيفة انه تصفاية الخضار مثلا المقلية او الاشياء المقلية من الزيت، فقررت اني استخدم المصفاية. عادي بحط مصفاية على مصفاية شوي واسعة على وعاء او بول، يكون ما يكونش الزيت او ما يصيرش يعني في ملامسه بين، يكون اعلى شوي، المصفايه تكون اعلى من السطح تبع البول هذا، بحيث انه يصفي الزيت بدون ما يرجع يعاود يمسك او يلمس الخضار الموجوده على او الموجوده في المصفايه. بهاي الطريقه انا استغنيت عن البيبر تاول تماما. يمكن كثير منكم اوريدي بيعمل هيك، بس انا بالنسبه لي كنت من الناس انه قبل ما يخلص البيبر تاول كنت لازم احطه على قائمه المشتريات، وازعل كثير اذا خلص واحس حالي ضايعه ومش عارفه شو. بعدين قررت انه ابدا ما بدي اجيبه، ولقيت حالي اموري ممتازه وتمام تمام. الفكره انه مرات كثير احنا بنشتري اشياء وبنفكر انه عن جد ما بنقدر نعيش بدونها، بس لما تختفي وبتلاقي البديل بتصير بتحسي انه عادي، عدم وجودها عادي جدا، لكن هي موجودة بتصير لا شعوريا بتمدي ايدك وبتسحبي لك تنتين ثلاثة وبتمسحي هالكاونتر، او بتمسحي شغلة وقعت، او بتحطيها تحت تصفي الزيت تحت الخضار لتصفي الزيت. سو بيسكلي سنة كاملة الي ما بشتري بيبر تاول، فهذا الاشي كتير انعكس. لو بدي احكي طول السنة كنت قديش، هلا خليها تطلع الارقام معاكم على الشاشة قديش وفرت خلال سنة كاملة، وقد لا يبدو المبلغ كتير كتير كبير، لكنه المبالغ هاي it adds up، بتضلها تضيف فوق بعضها وبالتالي بتنعكس إيجابا على ميزانيتي. إشي تاني قررت إني أستغني عنه بإني ما أشتري أبدا أبدا اللي هو باكيتات الشاي اللي هي مثل هيك، هذا بواقي لسه عندي، ولهذا شاي بالقرفة. عم نحكي عن الشاي سبيسيفيكلي، يعني في ناس بتشتري ممكن قرفة او بتشتري فرضا ينسون او بابونج الى اخره، انا بتفهم. انا بالنسبه لي كنت دائما اشتري شاي بدون ذكر الاسم باكيتات، اوكي؟ طبعا من زمان انا عارفه وكلنا بنعرف انه الشاي النفل كتير ازكى من الشاي الباكيتات، وانه شاي الباكيتات هو بيسكلي عباره عن بواقي الشاي وبحطوا لنا اياها بباكيتات وبيبيعونا اياها اغلى من الشاي النفل. فحاليا عم بستخدم شاي نفل، وهذا سبيسيفيكلي الشاي اللي عم بستخدمه شاي اللي هو شاي الكابوس اللي هو اليمني. مش معقول هذا الشاي شو انه رائع، يعني شويه صغيره بطرف المعلقه بتخلي الابريق كله يعني لونه بجنن،
الطعم كتير زاكي، وطبعا اكيد في الشاي اللي هو مثلا انا شخصيا بحب الغزالين كتير، اللي هو الورق تبعه بيكون واضح يعني بيكون كبير الورقة، فابسولوتلي اي نوع بتحبوه. بس مثلا هذا يعني ممكن يقضيني ليترلي اكثر من سنة عن جد. انا بشرب شاي يوميا، مش بالنهار وبالليل وطول الوقت يعني، بس انه بشرب شاي. بحب كتير فنجان الشاي بالمرمية فترة المغرب، كتير بحبه، او قبل حتى ما انام. ما تضحكوا، بشرب شاي قبل ما انام وبنام عادي، مفيش مشاكل. الفكرة بس انه a little bit شوية صغيرة من هذا goes a long way، والطعم رائع رائع، واكيد اكيد السعر جدا جدا اوفر. فالطعم اذكى والسعر اوفر، وكمان اكيد برضو احنا بنساعد بانه ميزانيتنا ما تاكل هوا بسبب انه عم نشتري اشياء، عم ندفع حق الباكج، عم ندفع حق الاكياس، ندفع حق الخيطان، ما فيش داعي لكل هذا الحكي. بمرتبان ازاز حلو هيك بنحطه عنا على الرف، وبكون يعني مش بس ديسبلاي ونايس وحلو، وكمان اكيد الطعم زاكي والميزانية ما بتعاني كتير. اشي تاني كمان استغنيت عنه، يمكن ما يكون توفير كتير بقدر ما هو فرق معاي كتير بالطعم، اللي هو الفانيلا السائلة. الفانيلا السائلة اللي بتنباع عنا صراحة سعرها مو غالي ابدا، لكن بصراحة يعني اذا الواحد حط زيادة بتمرر. واحنا عندنا البيض اشي رائع جدا الحقيقة، للأسف الواحد بيضطر انه يحط فانيلا كمية مهولة عشان تروح الزنخة. انا حاليا مبسوطة كتير اني بستخدم بيض بلدي، فهذا الاشي بيساعد. بس صراحة البيض البلدي غالي بالبزنس، ما بيوفي ابدا ابدا، لانه رح ينعكس على سعر المنتج والناس ما رح يعجبها كتير. لو قلت لهم بالبيض البلدي اظن رح يتفهموا كتير. سو بيسكلي لقيت البديل هو اني استخدم الفانيلا الباكيتات. واذا انتم بتتابعوني لكم فتره بتعرفوا اني كتير بستخدم الفانيلا البودره بشكل عام، سواء هذا النوع او اي نوع تاني. الباكيت فيه 32، هذا فيه 32 ظرف. وبستخدم حوالي معلقة صغيرة من الفانيلا البودرة على كل بيضة. في ناس تقول لك ول كتير معلقة صغيرة لكل بيضة، بس بصراحة هاي النتيجة كانت، أو هاي الطريقة أعطتني نتيجة رهيبة. ما في يعني مينيمال الزنخ في الحلويات، يعني يكاد لا يكون موجود أصلا. وكتير من الناس اللي أخذوا معاي دورات طبخ قالوا لي فعلا إنه هاي الطريقة كتير كتير كانت ناجحة معاهم، وكتير الزنخ اختفى تقريبا. فهاي من الأشياء اللي خلينا نقول استغنيت عنها تماما، الفانيلا السائلة مقابل الفانيلا البودرة، بغض النظر عن النوع. في ناس بتشتري من الكيلو أكيد بصير، بس كنت تراعوا إنه اللي بتشتروها بالكيلو بالمحلات تبعت الحلويات إنه ممكن يكون طعمها شوي، إذا زدتوا شوي بالكمية يمرر، فبدكم تراعوا. هذه ما بتمرر لأنها هي فعليا فانيلا شوجر، هي سكر وفانيلا مش بس فانيلا. فبصراحة it works يعني فظيعة معاي بالنسبة لي. وكمان في الفانيلا من ماركة الخضري، هلا بطلع لكم صورتها على الشاشة. هاي الباكيت منها حقه يا 40 يا 45 قرش، برضه لذيذ كتير وظريف وممتاز ومجرب. من الأشياء اللي بطلت إني أشتريها، بطلت إني أجيب أي أدوات تنظيف متعلقة بمسح الأسطح، يعني ما بجيب أي برودكت اللي هو أنتي بكتيريال أو سبراي لأسطح المطبخ أول بيربس أو إلى آخره، لأنه كتير سهل إنكم تعملوه بالبيت. خلينا نشوف مع بعض. أنا عملته قبل هيك على سناب شات أكثر من مرة لما كان عندي سناب شات، وكمان أظن إني عملته على الإنستغرام برضو أكثر من مرة، فخلينا نوثقه على اليوتيوب ونعمله مع بعض هلأ. لنعمل البخاخ المعقم للأسطح رح أحتاج لأزازة بخاخ، ممكن تعيدوا استخدام أزازة عندكم إياها من قبل، أو يعني اللي هو بوتل. حبيت تقريبا 3/4 مي، ورح أضيف ربع تاني معقم مثل الخل أو الكحول. رح أحط نقطة من سائل الجلي، ورح أحط كم نقطة من زيت عطري. أنا استخدمت زيت الماجنوليا، ورح أخضها وبتكون جاهزة بهذه الطريقة للاستخدام. ما بقدر أوصف لكم قديش إنها رائعة وسهلة ورخيصة، بإمكانكم تعملوها على السريع وبأي وقت. كمان من الأشياء اللي بطلت أشتريها ومن زمان أنا بعمل هيك، اللي هو اللبن. أكيد كلكم بتعرفوا هاي القصة، اللي أكثر من سنتين بجوز ثلاثة ما بشتري لبن أبدا أبدا ولا لبنة، بس بعمله بالبيت. هذه العملية وفرت لي كتير كتير كتير، يعني أكيد إنها وفرت مبلغ مرتب. أنا وحدة بستخدم اللبن بشكل فظيع، لأنه عندي البزنس وأنا بحب اللبن أصلاً، وبعمل منه عيران وبعمل منه كتير أشياء.
واكلات كتير باللبن، فما بلحقش. وبصراحة مرات كتير الواحد بتمقلب باللبن اللي برا، بيجي مش حامض، بيجي مرات دلع حسب الطبخة هذاك اليوم. حتى لو كان في براند معين بتحبيه، الا ما يصدف مرات once in a while تطلع مش مزبوطة كتير. فإلي اكثر من 3 سنين، على الاغلب 3 سنين، ابدا ما بشتري لبن ولا لبنة، وبعملها بالبيت. وطريقة اللبن اوريدي حكينا عنها بفيديو من الفيديوهات، رح احط لكم اللينك. ولقيت انه طريقة كتير سهلة انكم تعملوه بالمايكرويف، وجد جد اذا بتجيبوا الحليب بسعر معقول، انا بجيبه بحوالي بيكون تقريبا يعني 70 ل 69 قرش لللتر الواحد، وهذا الاشي بيعمل لي كيلو لبن. فلما أحكي إنه كيلو اللبن علي ب70 قرش مقابل دينار و20، في نص دينار توفير بكل كيلو لبن، فشوفوا قديش التوفير على مدار هدول ال3 سنين. إشي تاني كمان، إلي زمان ما بشتري، وقليل جدا، مرات بضطر إذا كتير مضغوطة بالوقت، لكن بالعادة بشتري ناشف اللي هو البقوليات، حمص، عدس. طبعا العدس الحب والعدس المجروش عندنا اصلا يعني بزبطش نشتري غير يعني ناشف، لكن الحمص، الفول بشكل عام، البينز، الكدني بينز بجيبها دراي ناشفة، وانا بنقعها وبسلقها بالانستنت بوت، بتاخدش وقت ابدا، بحطها بكياس وبالفريزر، كل ما بدي بطلع وبستخدم. هاي الطريقة ما بتصدقوا قديش، لما خاصة يكون على السيل، مرات كتير بكون كيس الحمص الناشف ب70 قرش، بكون كيلو. هذا الكيلو بيعمل لي حوالي بجوز 8 أو 9 أكياس، يعني عن 9 علب. لما أنا بدفع 70 قرش حق 9 علب حمص، لما يكون على السيل الحمص معلب بيكونوا 3 دينار. فإنه يعني شوفوا قديش برضو التوفير. فبشكل عام الحبوب من الأشياء اللي بطلت أبدا أشتريها، إلا إذا زي ما قلت لكم انضغطت كتير واضطريت. وصدقوني كتير أزكى اللي إحنا بنعمله بالبيت، لأنه بيطلع أول شيء في شيء مواد حافظة، بتقدروا تعملوا بتختاروا طبعا حبة الحمص اللي أنتم بتحبوها، بتكون إياها صغيرة بتكون إياها كبيرة، نفس الشيء الفول، الاستوى، درجة الاستوى. في ناس بتحب الإشي كتير هالط، وفي ناس بتحبه لا يضل محافظ على شكله. فكل هاي الأشياء بتقدروا أنتم تتحكموا فيها بالبيت، زائد طبعا التوفير، بلس أكيد ما فيش مواد حافظة. إشي تاني بطلت إني أشتري كمان اللي هو السالاد دريسينجز. ما بشتري سالاد دريسينجز أبدا، لا إيطالي ولا رانش ولا فرنش ولا أي نوع من هدول السالاد دريسينجز. أقل أزازة حقها دينار وشوي، دينار و70 إذا كانت على السيل، بس بالعادة بتكون دينارين وشوي إذا براند كويس. أغلبها فيها سكر زيادة، أغلبها فيها مواد حافظة. أنا بعملها بالبيت، وفي على المدونة كتير كتير وصفات لسلطة دريسينجز إذا حبيتوا ترجعوا لها. وبشكل عام لما أنا بحط وصفة سلطة بيكون في معاها دريسينج، فبحب دائما بالثلاجة أخلي عندي البيسك سلطة دريسينج اللي هي الليمون والزيت الزيتون، وممكن تحطوا لها سماق دبس رمان. بحب بعمل كمية وبحطها بالثلاجة، وبس بدي أعمل سلطة على السريع بلاقيها جاهزة. فهذا الإشي كتير بوفر علي. أو إنه إذا أنتوا والله عارفين وشاطرين وبتخططوا وجباتكم، وعارفين إنه هذا الأسبوع أنا بدي أعمل سيزر سالاد، وبدي أعمل كول سلو فرضا، وبدي أعمل سلطة فتوش مثلا، فأنا بقوم بعمل ترتيب بريب أو بحضر، بحيث اني الاقي هاي الدريسنجز كلها موجودة عندي بالثلاجة. لما اجي اعمل السلطة ما بضطر اني انا اقعد لسه ايه بدي اعمل الدريسنج، الريدي الدريسنج جاهزة وعملتها. وبتقدروا تعملوا منها كمية، خاصة الدريسنجز الفينيجريتس اللي ما فيش فيها مايونيز والى اخره، هاي بتضاين فترة جيدة جدا بالثلاجة. حتى اللي فيها مايونيز بتوقع انه بضلها امورها تمام اذا محفوظة بمكان جوا جوا بالثلاجة، ومنضلناش نفتح ونطولها ونطلعها برا الثلاجة وجوا الثلاجة. كمان من الاشياء اللي بطلت ابدا اني اشتريها، وهي برضه بتمشي مع موضوع السالاد دريسنجز، اللي هي اي نوع من انواع الصوصات او اي نوع من انواع الاشياء الجاهزه. وانا اوريدي اصلا ببيعها بالبزنس تبعي، اللي بيحب يعني وقتها بيقدر يعني يتواصل معي، مثل دبس الفليفله، مثل الباستو، مثل معجون الثوم او معجون الزنجبيل او معجون الثوم والزنجبيل. هاي الاشياء
موجودة بالسوق، لكن صراحة كلها فيها مواد حافظة. واحد اثنين، في اشي منها بكون مش على المستوى المطلوب، تأكدوا تماما مش عم بحكي من فراغ. جربت كتير البيستو الموجود بالسوق، النوع الكويس بيكون كتير كتير غالي، زائد انه بكون طبعا لازم نحط فيه مواد حافظة مشان يقعد على الشلف وضلها أموره تمام سنة وسنة ونص إلى آخره، بينما أنا اللي بعمله بيكون لونه أخضر وبجنن وفرش، وبقدر الواحد يحطه بالفريزر ويستخدمه وقت ما بده مشان يحفظه فترة طويلة. وأغلب النوع الموجود بالسوق فيه أرتيشوكي، يعني أنا بقدر أحس من الطعم إنه محطوط مع أرتيشوكي مشان يعطي فوليوم ويعطي منظر، يعني أو يعطي كمية مشان يعني تبرك معاهم الأمور إذا كان سعره رخيص. لكن بشكل عام البستو الصح بيكون أغلى بالعادة أو بيكون غالي، وفعليا لأنه الريحان غالي. وصراحة عمالي بستخدم مثلا مرات بالأكل تبعنا أنواع بستو تانية زي بستو الجرجير أو بستو النعناع، وهدول موجودين. بستو الجرجير موجود في وصفة على اليوتيوب، بستو النعناع كمان. يعني مش ضروري دائما نستخدم الريحان، بس هاي مثلا من الأشياء اللي بطلت أبدا أبدا إني أشتريها. معجون الثوم والزنجبيل الموجود بالسوق صدقا صدقا بقول منيح أوكي على معجون الزنجبيل أوكي، لكن الثوم سيء جدا، ما عجبني أبدا، فرق شاسع بينه وبين الفريش اللي بنعمل بالبيت. فأنا مثلا هاي من الأشياء اللي بطلت تماما أنواع المعاجين هاي كلياتها، دفنت لي أبدا أبدا، ما بشتريها من برا وبعملها أنا بالبيت. وبستغل المواسم، لما يكون في إشي على السيل، الثوم على السيل، الفليفلة على السيل، بقوم بعمل كمية كبيرة وبحتفظ فيها سواء بالفريزر أو بالثلاجة. اشي ثاني كمان ابدا ما بشتري من برا ابدا ابدا، اللي هو انواع السبايس ميكسز، يعني ما بشتري بهارات تاكو، ما بشتري بهارات كبسة، ما بشتري بهارات. بيجيني مرات هدايا من بعض السبلايرز وبتكون كتير يعني اشي كتير حلو ويسلموا ايديهم وطيبين. لكن انا شخصيا لما اجي بدي اعمل كاري او بدي اعمل والله تكة مسالة، او احنا عم نحكي عن البهارات الهندية، او بدي اعمل فرضا برياني او الى اخره، بستخدم بهارات انا بعملها خلطتي انا. نفس الشيء التاكو، نفس الشيء الفهيتا، لانه بشكل عام انا بجيب البهارات صحيحة، بحمصها شوي عشان ارجع الزيت تبعها يطلع مرة تانية هيك وينتعش، وبطحنها على مطحنة بهارات مخصصاها خصوصي للبهارات. وبالعادة بحتفظ بالبهارات الصحيحة بالفريزر لأنه فيها زيوت، وهاي الزيوت بعد فترة بتروح ريحتها، فإذا بدنا إياها تضاين. يعني أنا مثلا عندي هيل جايباه من الكويت من بجوز 4 سنين بس جبت كمية كبيرة ورائع رائع، كل مرة بس أطلع منه كأني جايبته هلأ، لونه بياخد العقل، ريحته بتاخد العقل. فلأنه حب كامل، كل ما بدي بطلع وبطحن وبستخدمه، وبطلع كتير كتير ريحته قوية، مش زي ريحة الجاهز من برا. سو هاي البهارات بشكل عام، سواء كانت بهارات مطحونة أو بهارات خلطات، ما بشتريها أبدا من برا. وصدقوني صدقوني إنه أزكى وأوفر. وبعرف في ناس كتير رح تقولي منال بس من وين الوقت، هذا كله بده وقت. تماما 100% صح. أنا بقول مش غلط إنه نبدأ شوي شوي، مش ضروري إنه كله مرة واحدة أنا أقرر إني والله بدي أعمل كل البهارات أنا بالبيت. ممكن أبدأ كل فترة أعمل لي نوع، يعني مثلا أنا كتير بستخدم بهارات التاكو في البيت، بنعمل كتير تاكو أو بنعمل أكل مكسيكي كتير. اللي هذا الأسبوع بخصص لي كلها شو بدها 10 دقائق، هاي الوصفة موجودة على المدونة، بطبقها بضاعفها 4 5 مرات، هاي مرتبان بجوز يضل له 2 3 شهر. كمان من الأشياء اللي أنتوا أكيد كلكم تعرفوا لأنكم متابعين، ما بشتري أبدا بيتزا صوص، ما بشتري باستا صوص. يعني هذه كمان ممكن احطها تحت الصوصز، بس انا كان بهدفي بهذيك خلينا نقول الفقره اني احكي عن المعاجين اكتر، زي حكينا معجون الزنجبيل والثوم ودبس الفليفله وكل هالامور. الصوصات اللي هي مثلا والله ارابياتا صوص، او مثلا مشروم مارينارا صوص، او بولونيزي صوص، يعني all of these sauces هي هذا البيس تبعها هو واحد، بس بتضيفوا flavor، بضيف مشروم على هاي، بضيف بارميزان على هاي، بضيف 4 أنواع جبنة على هاي، بضيف فلفل مجروش على هاي. يعني هي في إشي بضيف عليه لحمة، في إشي بخليه vegetarian. So
عملنا فيديو قبل هيك، عملنا فيه فانتاستيك فانتاستيك بيسك صوص بتنفع للباستا وبتنفع للبيتزا، وهذا الفيديو كتير كتير بضلني أحكي عنه لأنه من أحلى الفيديوهات أنا بحسه، ومن أكثر الفيديوهات مفيدة على اليوتيوب اللي عملتها، لأنه إحنا كلنا بنحب، أغلب الناس بتحب البيتزا وبتحب الباستا، وأغلب الأولاد بحبوها، فأنا عملتها معاكم وفرزناها وعملناها in big batches، سواء كان عملناها ببندورة فريش لما متذكرين عملنا تفريز كبير للبندورة، أو لما عملتها بعلبة بندورة معلبة، وبتطلع كمية مهولة وأوفر بكتير بكتير من المعلبة أو الجاهزة، وأنا متأكدة إنها أذكى، بكفي إنه إحنا مش حاطين فيها مواد حافظة خاصة إذا استخدمنا بندورة فريش. الأشياء اللي ما أبدا بشتريها جاهزة المربيات، اوريدي أنا أصلا ببيعها as part of my business، بس ما بشتري المربيات أبدا، لأنه بتقدروا تعملوا أذكى مربى بالبيت وما بده غير فواكه وسكر. وصراحة بستغل المواسم وبشتري الفواكه على السيل، سواء كانت فراولة بيريز، البيريز مش من الأشياء اللي كتير سهل إني ألاقيها على السيل، فبجيبها فروزن وبستخدمها في المربى، ما في مشكلة، بس بدكم تراعوا انكم تزيدوا كمية السكر احيانا، ممكن نزيد عصرة الليمون اكتر على اساس انها يعني تسمك معاي. بعمل كتير من يعني كتير خلطات من الفواكه، مثلا زي الابل باي فيلينج، وهي كمان الوصفة موجودة على المدونة، التطالي كلها موجودة، يعني المربيات. انا عملت معكم مربى التين، عملت مربى البردقان، موجودة وصفته، يعني موجودة كمان وصفة مربى الفراولة، يعني كتير في هاي الوصفات موجودة كلها على المدونة. وهي البيسك تبعها واحد، بالعادة لكل كيلو فواكه بنحط كيلو سكر، وبدنا اشي يسمكها، فهو عندنا عصير الليمون او ملح الليمون اللي بحب يستخدم. كمان من الاشياء اللي ما بشتريها ابدا جاهزة اللي هو المخللات، وبرضو حطيت لكم انواع المخلل، اكثر من طريقة لعمل المخلل، اللفت، المخلل المشكل، المخلل السريع، كلها هاي الوصفات موجودة على المدونة. بستغل زي ما بنرجع بنحكي، بنستغل الموسم وبعمل مخلل وما بشتري جاهز، مع انه المخلل بشكل عام مش غالي، بس بصراحة طعمة المخلل تبع البيت كتير أذكى، وأكيد بتقدري تتحكمي أنتي بأنك ما تحطي خل نوع صناعي مثلا، أو تحطي هيك. وبصراحة مخلل اللفت تبع البيت ما له علاقة بالجاهز، ما له علاقة أبدا، تبع البيت كتير 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 أذكى. فحتى على المدونة في وصفة مكدوس الفاصوليا، يعني هاي الأشياء المخللات والمكابيس هاي كلها، والأشياء المكبوسة كلها ما بشتريها جاهزة، بعملها أنا بالبيت. I know إنه هذا جزء من البزنس تبعي، وبعرف إنه أنا ما بقدر أفترض إنه الكل رح يكون زيي، بس حبيت أعطيكم هاي الفكرة، أو خلينا نقول inspiration، hopefully إنكم أنتوا بتبدوا شوي شوي تفكروا بإيش في أشياء عن جد ممكن إنكم تستغنوا عنها، وممكن إنكم تبدوا تعملوها بالبيت. وزي ما حكينا دائما baby steps، نبدأ شوي شوي. بتمنى يكون الفيديو اليوم عجبكم، بتمنى إنكم استفدتوا من الأفكار اللي فيه، خبروني please بالكومنتس تحت ايش في اشياء بتحبوا نحكي عنها اكثر، خاصة بموضوع التوفير، لانه انا عارفة انه في كتير منا بيعاني من موضوع انه في فلوس بتروح هون وهون، واحنا عن جد مو عارفين وين عم بتروح. فانا دائما مع انه الواحد مرات يقعد مع حاله يكتب مصاريفه ويشوف وين في جابس، وين في مشاكل، وين في أشياء عن جد أنا بقدر إني أستغني عنها، وبالتالي بتنعكس إيجابا على ميزانيتي، بحيث إني مثلا ممكن إني أحوش، أو إني مثلا أحط هاي الفلوس مشان مشروع معين حابب إني أعمله، أو حابة إني أعمله شغلة حابة إني أشتريها، مثلا أزود الميزانية تبعت الأكل، أو أزود ميزانية فرضا المونة، إني دائما أبني المونة. فكل هاي الأمور راح تنعكس أكيد إيجابا، أنا متأكدة كل حدا فينا في عنده مشاكل في الميزانية تبعته، في أشياء أو في فلوس نصرفها على أشياء مش مهمة، أنا متأكدة لو طلعنا كتير منيح راح نلاقي إنه أكيد ممكن نعيش بدونها. بتمنى أجان إنه يكون عجبكم الفيديو، تنسوش تعملوا سبسكريبشن للقناة ولايك للفيديو وشير أكيد، وبشوفكم إن شاء الله المرة الجاية. سلام.